التربية التقليدية في أغلب مناطقنا في السودان. يعني مثلا أنا من الجزيرة، عارف إنه الجزيرة فيها كمية كبيرة جدا من الثروة الحيوانية، لكن لو جيت أنت ليها أنت كطبيب بيطري حقيقة، يعني أنت يعني بتحزن للكلام ده. ليه؟ لأنه ما بتلقى أقل يعني مؤشرات الصحة في الحيوان، عشوائية كده، عشوائية لسه. لو اهتم يعني مثلا بربي دجاج 200 بقرة، يا أخي لو ربى 50 بقرة، لو باع 150 واهتم بصحة الـ50، حتنتج له نفس الإنتاج بتاع الـ200 بقرة. طيب صحيح، لأنه كده مشرور في 200 وما قادر يعمل لهم شيء. بدليل إنه نحن قاعدين نشتري اللبن الهولندي من الدكان، وإحنا عندنا أبقار أكثر من هولندا. أيوة أبقار، صحيح. هولندا فيها 2 مليون راس، صح. 2 مليون راس. نحن عندنا الأبقار بس لحالة فوق الـ30 مليون. بس الابقار، الابقار 30 مليون. طيب دكتور، يعني المراعي الثابته احسن ولا المراعي، يعني بتشوف الثابته احسن ولا المراعي المفتوحه؟ يعني هي المراعي المفتوحه ممتازه، لكن ما بتعمل كنترول للحيوان بتاعك. ايوه نعم، المراعي المفتوحه بالذات في الفتره دي ما بتلقى يعني مراعي مفتوحه. يعني مثلا زي التربيه عندنا هناك، التربيه هي شبه مراعي مفتوحه، لكن ما حلوه يا دكتور. يعني هسه طعم الدجاج البلدي، الدجاج البلدي هاي طعمه حلو، تربى ببيوت حبوباتنا وبياكلوا.